call me a god. مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اللي حاولت فيه كم مرة لحد الحين، حاولت اني احصل على سفينة الاشباح ب اوكي هذا هي، بس حاولت اني اخلصها سولو، فبحاول اليوم والحين اخلصها سولو. طورنا الاسلحة، عندنا الاسلحة الجديدة من موسم لابست، وعندنا هذا السلاح اللي ما يقدر يسوي فيه تحصين. لا والله سوي تحصين غريبة، من مواصفات السلاح انه ما في تحصين. المهم انك لما تجي تضرب عطك اضرب في الكريتيكال هيت عشان تبدأ العملية ويروح عنها التحصين، ومن ثم نبدأ الحرب معهم بنفس الطريقة. والله جالسين يدمجون ذيك الحين. شوف هذا، اوكي اتمنى انه ما حد يدخل معنا لان لحد الحين سولو وانا اريدها سولو. حلو والله بعطيكم بورد بعد. المفروض حلوة، ما اقدر بس هذا حلو حلو. تعال تعال، ايوه وعندنا هذا جميل. ليت 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 هربوا. اوكي 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 عبي وين بيكون في تحصين، نحاول نعطيهم رام. اوكي الحين تحصين، وش اسوي له؟ قرب هذه الضربة، المفروض ان التحصين ما يحميهم. اوكي سبناهم في كريتيكال دامج، الحين نظن ان نقدر نضربهم هنا. ايوه كريتيكال كريتيكال، خلنا ناخذ على اوكي حاولنا نضرب كريتيكال دامج نعطيهم. اوكي هربوا، وين بيروحوا؟ ما هربوا، لا حرام. والله ما جالسين يدمجون، ترى ما جالسين يدمجون. اتمنى ان ما حد يدخل معانا لأنه الأمور طيبة. أعطيناهم مرة ثانية كريتيكال هيت، 4 دقائق من بداية الفيديو، فالأمور طيبة. ضربات حلوة كلها موفقة، نرجع مرة ثانية على النار.
اقدر اسوي كذا. يس مرة ثانية هنا. عطنا عطنا حلوة. انت بتبتعدوا عني اضربكم كذا. نرجع مرة ثانية اضربهم رام. عشرة آلاف. حلوة. ما صدقت. بروتكشن ها؟ بروتكشن مش علي لاني انا اضرب كريتيكال هيت بس. حتى ما اشوف شيء. وين؟ اي تاخرت لو ضربتهم قبل كنت اقدر. again وين تروح خلفي هناك. حلوة هذا وحلوة هذا. اوه حركة. اخ وين 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 تكونوا هنا. ما هي كل الحديد الا الحديد. والله بناركم. ماشي كريتيكال. اريد اكون قريب عشان اعطيهم من السم بس ما جالس يتفعل السم. غريبة ليش ما يتفعل السم. خلاص ما يبقى كثير لكن اختفى عن الكريتيكال بوينتس. اتوقع هذا كريتيكال. حلو. اوه عندي كيف الحين اقدر اصعد. اريد اصعد فيها اخفف العملية. احاول اني اصعد لها. نضيف للتحدي تحدي. ما اتوقع جالسة تصير. ننهيها. وبكذا خلصنا سفينة الأشباح سولو. عطونا صندوق غامض بس كومن عادي. رمادي ثيري اثنين وأتوقع لما نوصل للمهمة. أوكي أرسل لنا رمادي ثيري غيره. هل في شيء ثاني؟ ما في. خلصناها سولو. نرجع للمهمة بيعطيني رمادي ثيري اثنين أو ثلاثة مرات أتوقع. فالمجموع ستة. نشوف كم بيعطينا. كذا هزيمة هذه السفينة. كل ما يعطيك تحصين مباشرة اضرب كريتيكال هيت. انت دائما حاول انك تضرب كريتيكال هيت لكن اذا اعطاك تحصين فاضرب كريتيكال هيت عشان يروح التحصين عنهم تكمل
المعركة مرة ثانية. الفيديو في 10 دقائق خلصناه، فتقريبا هذا اللي كلفني الوقت اللي كلفني مع السفر تقريبا، نقول أو يعني كانت مسافة قريبة يمكن 30 ثانية فقط. فلا والله ما تعطيني أبدا إيثيري أو الإيثر كم عندي الحين. كم عندي الحين؟ 19، كان 11 متأكد ان لا كان 3 ولا 11 14 19 5، حصلنا على 5. هنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم. هذا الفيديو كان طلب من شخص عن يعني انه نزل فيديو عن سفينة الاشباح وكيف انك تقضى عليها. اذا كنت ما متابع القناة اتمنى انك تضغط على زر المتابعة وتضغط زر اللايك عشان تدعم القناة في الانتشار، ونشوفكم فيديو اخر. دائما لا تنسوا تكتبوا لي في الكومنتات اذا في حاجة تريدوها، ونفس الشيء خبروني اذا تريدوا نسوي ديسكورد خاص بنوبات جيمر عشان تتبادلوا اليوزرز وتلعبوا مع باقي الاصدقاء. هنا نهاية الفيديو، والسلام عليكم.